قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. صدق الله الواحد القهار العزيز الجبار. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ودانت لقدرته شدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، رب الأرباب ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب. لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي العظيم، الحي الحكيم، الحي العليم، الحي الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت،
به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم وذلك دار الخلد اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفظه وفهمه وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا يا ربنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وكفر عنا به السيئات وهون به علينا السكرات عند الممات اللهم وكما جعلتنا به من المصدقين فاجعلنا فيه معتبرين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاطئين اللهم اجعلنا عند ختم القرآن الكريم من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وبآلائك من الذاكرين اللهم اوجب لنا به الشرف المزيد والحقنا به بكل بر سعيد ووفقنا يا ربنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الخلل اللهم أسقنا به الخلل اللهم أسبق علينا به النعم اللهم قوم بالقرآن العظيم مع وجه من أخلاقنا اللهم قوم بالقرآن العظيم مع وجه من أخلاقنا اللهم قوم بالقرآن العظيم مع وجه من أخلاقنا وحسن به ما ساء من أفعالنا وسلوكنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين ولثوابه حائزين ولك يا ربنا في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان اللهم افتح كل ذلك على التمام والكمال المهذب من كل الألحان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير نسألك يا ربنا أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها وأصلح شؤون المسلمين أجمعين
ولا تكلنا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، دقها وجهرها، سرها وعلنها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم ثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم سدد ألسنتنا وأجب دعوتنا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك الكريم، واجعلنا فيه يا ربنا من الرابحين. اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا القرب والإنعام، يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك أن تكفنا من المقبولين عندك في هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين يا ربنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا ارحمنا برحمتك تغنينا بها من سواك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ولا في غيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسجونا إلا صرفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أمرا عسيرا إلا يسرته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، ويا جابر المنكسرين. اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور، وجنبهم من فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهم في اسمائهم وفي ابصارهم وفي ازواجهم، واجعلهم يا ربنا شاكرين لنعمك
مقبلين بها عليك مقابلين وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عافله وآمنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عافله وآمنه ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ربنا انقذهم من ضيق الجحود ومراتع الجود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعليم العزيمة على الرسل، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ثقل ميزاننا بالحسنات، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم قو إيماننا واهد قلوبنا. اللهم وفقنا يا ربنا لكل خير، اللهم وفقنا يا ربنا لكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يأتي بأحسنها إلا أنت، واصرف يا ربنا سيئها عنا لا يصرف سيئها عنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كذبت لنا. اللهم ربنا من المعايش بما قسمت لنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، امنحنا ولا تمتحنا، أرضنا وارضعنا يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز راية الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احمي مقدسات المسلمين في كل مكان، اللهم احمي مقدسات المسلمين في كل مكان. اللهم انصر على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجعل خير اعمالنا اخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا واسعدها يوم نلقاك فيه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وارزقنا يا ربنا من حوضه الشريف شربة لا نطمع بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يا ربنا من المتعذبين بآدابه ومن المتمسكين بسنته. اللهم ارزقنا الإمادة على سنته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد ألسنتنا واسكن سخائم صدورنا. اللهم يا رب احفظنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم، واشرح صدورنا بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم ويا علي يا عظيم، نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا مضطرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. ها نحن يا ربنا ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤمنون، وقد تعرضنا لعفوك. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأقاربنا وأحبائنا ولشيوخنا ولمعلمينا ولمن له الحق علينا وللمؤكدين على الدعاء ولكل من أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. نحن الفقراء إليك والبصراء بين يديك، إنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل عملنا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع دعاءنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سبلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين، واهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم أقربهم العين، وأدرج بهم الصدق، واجعلهم يا ربنا عند حسن الظن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب على عصاة المذنبين، اللهم تب على عصاة المذنبين، اللهم تب على عصاة المذنبين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا الشكر على صيام الايام الماضيه،
حياتنا بالحسنى والسعادة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ارزقنا رضاك الأكبر، اللهم ارزقنا رضاك الأكبر، اللهم ارزقنا رضاك الأكبر، اللهم ارزقنا رضا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا جميعا برضا والدينا، وارزقنا يا ربنا الفرور بهم والإحسان إليهم، وارزقنا دعاءهم الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد من تعلق بنا واسلك بنا يا ربنا سبيل المهتدين. اللهم يسرنا جميعا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل بلدنا بلد الأمن والإيمان وبلد الطمأنينة والسكينة والقرآن. اللهم احفظنا فيه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن حسد الحاسدين ومن تربص المتربصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك. اللهم وفق ولي أمر الله لما فيه صلاح أمر الدنيا والدين. اللهم اجعل من ملوك الصالحين الهادين المهديين الذين يشرفون على الرعية ويحمون الوطن والدين. اللهم كمل أعماله بالنجاة والتوفيق والسداد. اللهم احفظه في ولي عهده وأسرته وسائر شعبه وأمته، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين استخلصوا أنفسهم في سبيل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تخيبنا مما سألنا ولا تحرمنا مما رغبنا، واغفر لنا واحفظنا في المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنك كنت مقرب الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم دعاءنا ولا تردنا خائبين، اللهم فاستجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم ها نحن قد دعونا كما امرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم تفرج عنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم اختم حياتنا بالسعاده والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله Allah.